مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على الهواء وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شارع السور في الحلقة الأخيرة لهذه الدورة. نحييكم ودائما نحن معكم للوقوف على آخر المستجدات والأحداث في دولة الكويت الحبيبة. شهر رمضان إن شاء الله ما بقى عليه يعني شهر وشيء، وفي هذا الشهر الكريم المبارك تزداد دائما الحاجة إلى ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على السلع التي تعرف رواجا واستهلاكا كبيرا في هذا الشهر. فماذا أعدت وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن؟ ما هي أبرز ما تم ضبطه خلال الأشهر الأخيرة من مواد مقلدة وغيرها؟ ماذا عن عمل المفتشين في قطاع الرقابة؟ ما هي إنجازات وزارة التجارة والصناعة بشكل عام فيما يخص هذا القطاع؟ هل تلقي يعني تلقى شكاوى المواطنين آذان صاغية لدى المسؤولين والمراقبين والمفتشين؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون إن شاء الله محور لقائنا مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة السيد عيد الرشيدي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا حياك الله. مسي عليك وعلى المشاهدين. مبارك يا أبو أحمد. كرام. الله يسلمك. شرفنا بوجودك اليوم، احنا راح نتابع معاك والأخوة المشاهدين هذا التقرير اللي من خلاله نسلط الضوء على طبيعة عمل هذا القطاع وما هي او ما هو الدور المطلوب منه وما هي ملاحظات بعض الأخوة المواطنين والنقاط الأخرى المختلفة، ثم نعود لحوارنا. إنجازات عدة حققتها وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2016 في مختلف قطاعاتها، إذ طرحت في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك برنامجها لحماية المستهلك من الغش التجاري، كما قامت برصد أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الأسواق، وحرصت على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق. الوزارة تتطلع لإنجاز مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وقمع الغش التجاري. قانون الشركات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية وصياغة وإعداد مشروع قانون السجل التجاري الجديد وصياغة مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه وإعداد مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية ومشروع قانون الهيكلة الطوعية للمديونيات، جميعها تعد بمثابة جهود إصلاحية مهمة. الوزارة تتطلع خلال السنة المقبلة إلى تعديل قانون التجارة، بينما انتهى قطاع شؤون الدعم الفني والتخطيط من المرحلة الأخيرة لإطلاق نظام التموين الجديد في جميع مناطق الكويت، والذي يعالج كثير من الخلل في النظام القديم ويغطي ملاحظات ديوان المحاسبة. البدء في برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو من الأهمية بمكان، حيث تمت الموافقة على 100 مشروع لدعم مشاريع متوسطة وقصيرة المدى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 400 مبادر. ومن أجل استقطاب استثمارات مباشرة، وافقت الوزارة على 15 شركة عالمية تركزت أنشطتها في قطاع الخدمات. وفي مجال الصناعة، تعكف الهيئة العامة للصناعة على إعداد وصياغة استراتيجية جديدة وطموحة طويلة المدى لتنمية القطاع الصناعي تمتد حتى 2035 بالتعاون مع شركة استشارية عالمية. أما الرهان فهو العمل على زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقدين القادمين. شفنا معاكم هذا التقرير واللي سلط الضوء على مجموعة من المشاريع المناط فيها وزارة التجارة والصناعة وتحديدا يعني قطاع الرقابة التجارية، وشفنا من خلال هذا التقرير أيضا بعض الصور الأرشيفية لوزير التجارة السابق وبعض المسؤولين السابقين. نتمنى التوفيق الحقيقة والنجاح لفريق وزارة التجارة على رأسهم الوزير الحالي السيد خالد الرضان وجميع الأخوة الوكلاء المناط فيهم كل واحد في قطاعه، والمسؤولية كبيرة أستاذ عيد في هذا المجال. اليوم الرقابة
هي عين الحكومة على ضبط الأسعار، على جودة الخدمة، وكذلك هي عين المواطن حقيقة والمقيم أيضا، يعني فرض القوانين الكثيرة الخاصة بوزارة التجارة. مفهوم الرقابة مفهوم واسع، ياريت توضح للمشاهدين شنو تقصدون بالرقابة تحديدا، الدور المطلوب منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك أبو تركي استضافتي في هالبرنامج واني اتواصل مع المستهلك والمشاهد الكريم. شرف بوجودك. الله يسلمك. فطبعا احنا دورنا، احنا الخط الامامي في وزاره التجاره، احنا اللي احتكاكنا مع المستهلك مع الجمهور. احنا اللي نطبق قوانين الخاصه في وزاره التجاره من حيث قوانين الرقابه، من حيث قوانين التفتيش، القمع الغش التجاري، قوانين التراخيص، احنا نراقب التراخيص التجاريه، انضباط التراخيص، جميع المحلات اللي بالكويت تقع تحت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك اللي هو القطاع. مراكزنا منتشرة، عندنا 21 مركز موزعين في جميع المحافظات، عندنا فريق طوارئ موزع على توزيع على مناطق اللي هو الجهرة في منطقة كبد، هذه محافظة الجهرة والمحافظات اللي حولها، في الصديق يغطي محافظة حوليب والعاصمة والفروانية، والكويت يغطي الأحمدي. هذول دوامهم شفتات نوبات. إذا موزعين على جغرافية الكويت كلها، بحيث تغطون المناطق التجارية والصناعية وغيرها. واللي فيها أسواق تجارية بشكل عام. صحيح. أنا لفت انتباهي من ضمن كلامك أن أنتوا رقابة وتفتيش وقمع قش تجاري وحماية مستهلك. هذا الدور يعني دور موزع حقيقة على مهام مختلفة. صحيح. كيف عملية التنسيق وضبط العمل داخل عندكم بحيث أن تؤدى هذه المهام كلها على الوجه الأكمل؟ هو كإدارة في إدارة قمع الغش التجاري والتوعية مقرها بحليفة، هي الإدارة هذه. كلمني عن دور كل إدارة. دور كل إدارة. أوكي. إدارة طبعا إدارة قمع الغش هي اللي عندها تثبيت بلد المنشأ. فرضا مثلا تاجر جاب له بضاعة من برا، ما يكون في بعض الإرساليات ما يكون عليها بلد المنشأ، وفي بعضها يكون عليه بلد، فهذه ممنوع أنها تنعرض للبيع. لازم يكون بلد منشأ البضاعة، يتجه لإدارة قمع الغش، يدفع رسوم معينة، يتفق أي بطبعة راح يروح لها، يقوم موظف بدوره يروح يشوف يتأكد أن الكمية نفسها المطبوعة نفس المطلوبة. وهو شلون دخلها الكويت اصلا من غير وجود يعني ملصق بلد المنشأ؟ هو اساس ان الجمارك بعضهم قلت لك تجي البضاعه نصها ونص ما عليها، يعني هل هو خطا من المصنع، نتاكد انه من المصنع خطا غير متعمد، او انه ما حصل انه يكون بلد المنشأ، بس احنا نطابق الكميه المرسله اللي داخله مع الكميه المطلوبه ومع كميه الطلب البضاعه، ومفتش الموظف يعاين الملصق ويعاين ويروح للمطبعه نفسها. صحيح. اللي طبعوا فيها تكون رقابة كاملة. مع دفع الرسوم. هذا دور، ودور قمع الغش إنهم عندهم قوانين، والحين في مشروع قانون جديد اللي هو قانون قمع الغش التجاري الموحد لدول الخليج، هذا راح يتطبق، هذا بعد ما قرر القادة حفظهم الله راح نتكلم عن القوانين الخليجية إن شاء الله. فعندك الحين في إدارة الدراسات والدعم التجاري، هذه معنية في دراسة أسباب بعض المخالفات وأسبابها وشنو أسبابها، ويعني أو نوعية المخالفة هذه في انتشار. شو تساعدكم في هذه الإدارة؟ الإدارة هذه تقوم في دراسة، نحول لها مثلا في ملاحظات بالسوق أو شيء، إنه يعرفون شنو نوعية هالأسباب أو شنو مسببات هالمخالفة هذه. إن كانت زيادة مصطنعة بالأسعار أو غش في مادة أو لا، الله يحفظك. الأسعار ما لها شغل فيها الإدارة، لا، هذه مثلا من نوع من أنواع المضرة، مثلا المخالفة هذه مثلا تكون كثر فيها غش تجاري. مثلا عندهم في الرقابة لاحظوا أن في غش تجاري أو فيها تتكرر هذه عدة أماكن المخالفة، تشوفون الأسباب، والأسباب نحولها للدراسات هذه، يدرسون الدعم التجاري يشوفونها ويفيدوننا فيها. عندك الله يحفظك إدارة حماية المستهلك. هذه إدارة حماية المستهلك هي معنية، طبعا اسمها حماية المستهلك، معنية في التخفيضات والتنزيلات والعروض الخاصة إذا كانت حقيقية ولا أو حق... نعم حقيقية. حتى احنا فرضنا عليهم أن يكون يقدم لنا فواتير بيعه قبل 6 شهور سابقة إذا بيأخذ عرض تنزيلات، لأن عشان نشوف أنه هل التنزيلات حقيقية أو غير حقيقية. يعني بعضهم قبل في السابق أنه يقول يقدم والله هذا سعري وبتنزيلات 20% 30%، زين طيب وين فواتير البيع؟
مال 6 شهور أو سنة. أيوة أحيانا نطلب فواتير البيع، ما نطلب فاتيرة قبل، هو يسجل ويحطك فاتورته يقول لك هذه فاتورتي وأنا بي وأخذ موافقة. لا الحين جيب لي فواتير البيع المستهلك أنت أنا اللي شرينه مو عنده نسخة هو تكون أيه. نأخذ هالنسخ فعلا ونجيب لنا السلعة نشوفها نطابق نعم السلعة نفس الكود نفس الشيء. هذا لضمان إنه التنزيلات والخصومات تكون حقيقية. ونبلغ مفتشين الرقابة حتى تنزيلات بعد إنه يقومون في دورهم في الكشف ولاحظوا وضبطوا بعض المحلات تعمل تنزيلات مصطنعة مصطنعة مو موجودة مثلا في تنزيلات بالكشف راح أضافوها أو أن تلاعبوا بالسعر مثلا في إقبال صار على منتج معين عليه خصم هذا قال خلينا نزيده نغير سعره مثلا والله صار إقبال. فإحنا دورنا الراغب وفي قسم التخفيضات والتنزيلات هذه العروض الخاصة هم نفس الدور والرقابة التجارية هي الرقابة هي اللي من أكبر عدد عندي فيها الموظفين. شو آليتكم في الرقابة التجارية يعني؟ هم المفتشين هم اللي يستقبلون المفتشين هم اللي يستقبلون إصدار بطاقات التموين ويراقبون الدعوم يعني مثلا حتى الواحد لما يقدم عنده طلب كشف ببيته أو شغله يطلعون عليه المفتش يعمل تقرير انه يستحق البيت مثلا او لا يستحق الدعم. هذا تقصد في المواد الانشائيه القرار الخاص نعم. بدعم المواد الانشائيه للبناء نعم أي. وهم يستقبلون شكاوي المواطنين استقبال شخصي يستقبل انت لما انت تروح تلجا وين الشكوى تقدم عندهم وهم داوهم على فترتين صباحيه ومسائيه ويستقبلون الشكاوي يقومون بالجولات التفتيشيه على المحلات التجاريه في تفتيش مفاجئ وفي تفتيش منظم بشكل عام. يعني اليوم المواضيع مختلفة ما بين الأسواق ما بين الغش التجاري رقابة الأسعار المواد الإنشائية بموضوع الدعم يحتاج المواطن ولا لا، لكن الفكرة العامة يعني والنمطية اللي موجودة في ذهن الناس أن كقطاع رقابة أيضا دوركم الرئيسي مراقبة الأسعار بشكل عام في السوق في الجمعيات التعاونية في الأسواق التجارية في المحلات في أسواق الجملة في غيرها من الأماكن يعني ومنافذ التصريف والبيع للتجار. شنو الآلية اللي تتبعونها في مراقبة هذه الأسعار؟ هل هو الاكتفاء فقط بوجود مفتش تجاري يروح يشوف السعر قبل وبعد ولا تنتظرون شكوى من جهة معينة؟ لا آلية الأسعار احنا ابتدينا يعني من العام من 2016 آلية جديدة ان مع بداية كل سنة نقوم برصد الأسعار رصد شامل تكون عندنا داتا للجميع الأسعار من مواد غذائية بيانات حرف نرصد الأسعار بشكل شامل بشكل يعني منظم لكل محافظة كل مراقبة كل مفتش يكون إنه يرصد هالأسعار نحطهم مثل داتا عندنا تكون بيانات كاملة للأسعار إلكترونية عندنا في بيانات يدوية وفي بيانات نحطها مثلا عندنا السلع بعشرات المئات عشرات. الآلاف يعني. صحيح لنا تعاون مع أسواق موازية يزودوننا مثلا وفي بأسعار السلع المعروضة عندهم ولنا تعاون مع اتحاد الجمعيات أهم لنا تعاون معهم يزودوننا طبعا آلاف السلع أنت لما تتكلم عن يعني فوق 100,000 150,000 سلع في اتحاد الجمعيات الموازية أهم بالآلاف. فإحنا نركز مثلا على السلع الاستهلاكية سلع عليها طلب سلع على تكون دائما فيها على خصوصا في المواسم. احنا عندنا التفتيش المنظم اللي هو مال المواسم اللي يكون مواسم رمضان مواسم اعياد مواسم مدارس مواسم بر مواسم يعني طيب راقبتوا ولقيتوا بناء على هالبيانات انه في افتعال لرفع سعر معين ضمن هذا الموسم يعني المواسم اللي تمر اللي ذكرت حضرتك وتفضلت فيها شنو اجراءكم؟ نستدعي عندنا بناء على قراراتنا الوزارية طبعا اللي موجودة أتاحت لنا حتى قرار 478/2011 أن نطلب جميع البيانات والمستندات الدالة اللي أسباب اللي أدت إلى الرفع ونقدر نطبق على المادة الثانية من قانون 10/79 شو يقول يعني إذا قال لك أنا والله التجارة حرة في الكويت أنت التجارة حرة فعلا يعني ما حد يلزمني بوضع نسبة ربح معينة أنا أشوف أنه زادت الأسعار العالمية والنقل والتأمين زاد علي بالتالي رفعت السعر من دينار إلى دينار ونص مثلا. أنا بقول لك حادثة صارت معنا مع السكر سنة قبل كم سنة ارتفع السكر عالميا دبل صار سعر الطن
احنا التجار عندنا هنا فجاه يعني احسن مفتشينا بلغونا، كنت انا مراقب محافظه العاصمه وقتها، بلغونا ان سعر السكر ارتفع. انت لما ارتفع السكر عندك بالسوق راح ارتفع الحلويات، راح ترتفع يعني كل مخابز، كل المنتجات المتعلقه بالسكر. بحثنا مع اخواننا في الجمارك، صار في اتصال بيننا وبينهم، هل دخل سكر خلال هالفتره هذه؟ أيها. قالوا ما دش سكر. فاذا عندهم بالمخزون هذا، بالمخزون. انت شلون ترفع السكر انت بناء على ارتفاع عالمي وانت المخزون عندك تاجر موجود اصلا من سنه او سنتين؟ تحركنا يعني ارتفع من 5 دنانير وربع تغير الى 10 دنانير 100% الدبل. تقريبا الدبل. فتحركنا بهالوقت هذا، تدخلنا بقوانيننا والحمد لله رجعنا السعر نفس ما كان. يعني دورنا احنا ان نراقب الاسعار، نستدعي التاجر، نقوم نبحث. في عندنا بيانات حتى معالي الوزير يعني خالد الرضان هالايام دعمنا دعم كامل خصوصا للقطاع، في توفير محللين اقتصاديين، في توفير مستشارين، يعني دعم كامل لتحليل الاسعار، التحليل سواء كان في لجان سواء في تفعيل الكل، يعني كل الصعوبات قاعد يساعدنا فيها. اذا جاكم التاجر وقال لكم والله انا يعني وفقا للاسعار العالميه اضطريت ازيد، واثبت ما يعني بالادله الدامغه ان دخل هذه البضاعه الكويت يعني بعد القرار او بعد الزياده العالميه، هني اذا قدم لكم مبرر لزياده السعر ما عندكم مشكله. احنا التجاره حره بالكويت نفس ما قلت، التاجر يزيد مثلا بس احنا تحت الراقبه لنا حق ان نستدعي. لها مش بالربح، لها هل حق في الزياده السنويه؟ عندنا احنا في اتحاد الجمعيات زين، احنا هم مشاركين واخواننا معاهم بلجنه الاسعار ورئيس لجنه الاسعار، ان لهم 10% بس. مو معناته انت تطلب 10% انا اعطيك كاتحاد جمعيات او اللجنه، ممكن يقدرون قيمته ان اللي عندهم محللين عندهم يعني يبحثون طلب فيشوفون انه يعطونا ممكن 3% 4% 5%. مو شرط تكون سنوية. مو شرط تكون سنوية، ما له داعي يعني ما ما شنو المبرر؟ إذا الأسعار أو أحيانا بعض الأسعار العالمية تنزل. صحيح. نقرأ تقارير يعني صحيح. في الاقتصاد المختص بالغذاء وعن طريق منظمة الفاو العالمية أن السلع الأساسية مثلا الحبوب وغيرها اللي تدش في صناعات كثيرة تنزل في سنوات صحيح. معينة، لكن للأسف ما تنزل هنا. صحيح. خارجيا تنزل. احنا عندنا ان الاتحاد الجمعيات عندهم اليه طبعا في تسعير اللي هو المواد الغذائيه اللي هو يكون عن طريق تعاميم. اللجنه تطلع تعميم، انت كتاجر تروح تدخله في الجمعيات التعاونيه هالتعميم عن طريق التعميم هذا اللي هو يحددون السعر وكم السعر اللي تبيع فيه. فانت اتحاد هذا شو يسوون هم يعني تجار؟ لاحظ انت لما نزل النفط ايش كثر عروض صارت. احنا صحيح. دورنا هنا كحمايه مستهلك نسهل للتاجر، تعال تبي تنزل سعرك حاضر انا اعطيك، سوي عروض سوي مجاني، سوي عروض مجاني، سوي كذا. يعني كان قبل الدوره المستنديه حق لما تقدم عرض خاص تطول ومستندات، الحين سهلناها لهم بسطناها لهم. ليش؟ ان هذا كله في صالح المستهلك. انا لما المستهلك يروح يشتري ياخذ واحده مجاني، نعم هذا من صالحه يعني المستهلك في صحيح. الامور هذه. احنا راح يعني نتكلم معاك في اقتراب شهر رمضان، خطتكم اكيد لشهر رمضان هو موسم مهم، لكن بعد ما نتابع هذا الاستطلاع اللي اعدوه الاخوان في فريق شارع سور وراي مجموعه من الاخوه المواطنين والمتابعين، نتابع ثم نعود. والله انا ما اشوف احد يفتر، وانا اي وايد هني صراحه ما اشوف لا من البلديه ولا اشوف من التجاره احد يفتر ولا احد يتابع، عشان كذي هم قاعد يزيدون الاسعار وما حد يلاحظ. يعني زيادات بسيطه بعد فتره تشوفينها في فرق يعني بالسعر. يعني المفروض يعني يلاقون رقابه اقل ما فيها، يعني شوفون يعني من الى شلون صارت يعني عقود من الاسعار الوضعيه. لا حيل حيل مرتفع صراحه. انا مره شفت ان الجهاز الرقابي يحفز عملية الرقابة من ناحيته هو، يعني مجرد أن أنت تصل علينا إذا في شكوى، لكن أنا ما شفت ولا مرة مراقب أو واحد معلق باج يفتر بالسوق. لقيته أنا يمكن من 30-40 سنة ما عمري شفت واحد معلق باج يفتر. والله الأسعار كلها مرتفعة ولا في رقابة، وزارة التجارة كل يوم لها حشوة. والله الأسعار في ارتفاع بصراحة، وإحنا نطلب من وزارة التجارة
بمراقبة الأسعار، لأن فعلا قاعد نشوفها قاعد ترتفع بدون رقابة صراحة، فلازم يعني يحطون ويحددون بعض الأسعار، لأن خصوصا المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية يبي لها مراقبة. ما يصير أن المحلات هذه ترفع الأسعار بدون وجه حق، يعني هم المواطن قاعد يتألم، يعني خصوصا الأسعار يعني المواد الغذائية المفروض الحكومة تشدد عليها، خصوصا وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك. استاذ عيد، يمكن ابو احمد شفت او سمعت وشفت اراء بعض الاخوه المواطنين، ان هي علاقه جدليه يعني بين الجهه الحكوميه انت ووزاره التجاره قطاع الرقابه، بين التجار وبين الاخوان المواطنين او المستهلكين والزبائن اللي موجودين في السوق، والكل ركز على المواد الغذائيه، واحنا مقبلين الحين على شهر رمضان ويمكن السلع الاساسيه هي المواد الغذائيه لشهر رمضان. البعض يقول رقابة التجارة شوية يعني ما هي واضحة فيها الأمور، البعض يقول يعني ما نعرف إذا اللي جاي مراقب وزارة التجارة يعلق باج ما يعلق باج. هالأمور هذه شلون تضبطونها؟ شلون يصير عملكم مقنع رغم الجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلونها؟ طبعا نتكلم عن المفتش التجاري. صحيح. أنا بالأساس كنت مفتش وطلعت جولات ميداني. ميدانية. نعم. فمرات المفتش ما يقدر يعلق باجه، لأن لما بعض المحلات إذا مفتش تجارة مرات أنت تضطر أن لما تطلب من مطعم تبي تشوف تسأله مثلا شنو المنتج شنو كذا، إذا شافك مفتش ممكن بعضهم ينحاش من المحل أو يترك المحل أو هذا. ترصد محل يبلغ المحلات الباقية. ترصد محل يبلغون والله تجارة والله كذا. فمرات نحتاج إنه يكون بشكل يعني إنه ما تبين هويتك إنك أنت مفتش. بس عندك حق الضبطية القضائية. عندك حق الضبطية. مثلا عندك في نقص بالوزن مخالفات، أنت لازم تطلب من المطعم كزبون. أنت تتعامل مع مفتش، ما تجي تقول له مفتش. يعني أنا أذكر حادثة صارت معانا، دشينا مخبز، المخبز لازم الخبزة لازم 160 جرام وزنها، خاص خبزة التنور. الإيراني 160 جرام. دشينا ودرنا تجارة. قلنا أنا نبي الخبزة. يوم قسنا الخبزة 300 جرام. يعني قلنا خلها راية لكم. قلنا إيش هالخبز هذا الخباز صراحة. بتعامل كريم. وياه هذا كريم هذا. يعني كذي الطحين ما يطول عنده والطحين مدعوم من الدولة. طالعنا ثاني العجينة ضربهم مع بعض. ثنتين. إيه ضربهم يوم درى تجارة وحطهم وكذي وعجنهم. فما تبين له انت شلون تجي تصف دور حتى الخبازين اللي هو فكره المتسوق الخفي يعني. ايوه انت تصف دور تجي كزبون تفضل معك تحاسبه، لانك لازم في بعض الامور انت تحتاج لما تحول محضر النيابه انه يكون مستندات كامله من ضمنها فاتوره انك دفعت فلوس، احنا ندفع من جيبنا تفضل الحاسب كزبون. عقب ما هذا نبرز له الهويه نقول احنا مفتشين تجاره خالفت وهذا فاتورتك، انت بعت سعر اغلى مثلا السندويتشات اللي هي ب 100 فلس، الفلافل يعني مسعر ب 100 فلس، في بعضهم كان ب 200 على دينار دينار ونص. لا هذا يقول لك سوبر ما سوبر ويسوي لك ما ادري ايش يسوي وهذا. لا الفلافل ب 100 فلس واي واحد يشتكي حاضرين احنا نخالف القرار موجود. فبعض الامور هذه لازم انه فلكن الحين حتى عندنا توجه يعني ما شاء الله مفتشين شبابنا يطلعون يعلقون باجات، خصوصا الجولات الحين مكثفه وخصوصا مع قدوم شهر رمضان ان شاء الله الفضيل. فاحنا عندنا خطه اللي يشوف شيء مخالف، انا بتكلم بالخطه هذه معك، بس اللي يشوف شيء مخالف مثلا راح وطلب صحن كباب او معن كباب، هم اعتقد له وزن مثل ما تفضلت الخبزه لها وزن، اعتقد هذا ايضا له وزن، ما ادري ايش كثر تحب تاخذه كمثال. هل يتصل عليكم على الرقم المشهور اللي هو 135 ولا في طريق اخر يعني كانت لكم ارقام قديمه، ولا يبلغ اونلاين، ولا شنو الطريقه؟ يعني احنا حتى شفت المباركيه عندنا مركز داخل بالمباركيه، تقدر تروح لانت كزبون يعني انا لاحظت اكثر مقابلات بالمباركيه يعني كان اي زبون لاحظ شغله لاحظ شيء يعني بعض المستهلك ما شاء الله يعني واعين يعرف السعر هذا كم يشتري وزاد يقدر يمر على التجاره يبلغ التجاره مفتشين، لان تعرف مفتش يستقبل شكاوي يطلع كشف يطلع كشف تراخيص يطلع كشف يعني اعماله مهامه كبيره، بس هذا ما يمنع ان هذا في خدمه المواطن والوطن يعني ما بالعكس هذا لكن رقمكم 135 هذا موجود 24 ساعة موجود 24 ساعة 135 نتلقى يوميا من 300 مكالمة تقريبا يوميا من ضمنها استفسارات ومن ضمنها شكاوي،
او الابلكيشن مالنا على تقدر تنزله عن طريق الهاتف الذكي ام او سي، تنزل الابلكيشن وتقدم شكوى. وانا شخصيا اتابعهم، عندي ايباد وقاعد اتابع الشكاوي شنو صار عليها، واتواصل مع المفتشين واتواصل مع المسؤولين. هل اللي يشتكي في اليه انه والله عقب ما تنهون الموضوع او تحلونه او تتخذون اجراءكم القانوني، المشتكي يعلم باجراءكم ولا بس خلاص دوره انه كمواطن بلغ وانتهى الدور؟ الله يسلمك، احنا الشكوى عندنا احنا نفس اليه انه لازم المشتكي يحضر. لازم تحضر عندنا لان احنا نسوي لك اجراءات نيابه. ليش احضر عندكم؟ لازم، لان هذا اللي يخلي الناس مثلا يعني انا بلغت واعطيتك اسمي وبطاقتي او رقمي المدني. نعم. انت كجهه حكوميه تقوم بدورك. صحيح، انت الحين اشتكيت فرضا على منتج معين او خلاف ما تم، شريت لك شغله طلعت شغله غير، مثلا ايفون او طلع خربان او طلع شيء. ما التزم بالكفاله، تبي تقدم شكوى، دقيت علينا، اوكي انا عندي، تفضل اقرب مركز لك تروح له. تقدم شكوى، ياخذون صوره بطاقتك المدنيه، ياخذون بياناتك وبيانات الشكوى ويسجلونها. الفاتوره لازم تكون موجوده. ندز احنا، لان احنا وين نحولها؟ لجنه المحاضر. لجنه المحاضر تحيلها الى النيابه التجاريه. الزملاء الاخوان في النيابه لازم مستندات كامله، اذا مستند مو كامل يرجعون، ما ياخذون بالقضيه يرجعون لنا المحضر. يقول لنا كمل البيانات. يعني فاذا من صالحي اني احضر. يعني هو في فكره، ان نسوي بعض، يعني نفسي اشوف بدبي زملائي لما نلتقي معاهم بدبي، وحتى كنت في اجتماع في جامعه الدول العربيه كان على موضوع حمايه المستهلك. يعني في دول سووا شو اسمه محكمه حمايه المستهلك، محكمه خاصه في حمايه المستهلك، مثل ما في محكمة الجناح، محكمة الصحافة، محكمة الأسرة، في محكمة لحماية المستهلك. لحماية المستهلك يعني سووا محكمة لحماية المستهلك. يعني هذه يعني تساعد المستهلك وتساعد هذا، وإن شاء الله إخواننا في القضاء يعني ما راح بالعكس. هل تعتقد أن إحنا في الكويت وفقا لطبيعة الاقتصاد اللي موجود وحركة التجارة والبيع والشراء نحتاج إلى محكمة للمستهلك؟ نعم، يعني أنا ممكن. هل هذه من ضمن القوانين أو التعديلات اللي طالبتوا فيها؟ أنا يعني أشوف إنه إن شاء الله في مشروع هذا بالي إن نرفع، وإن شاء الله نشوف مع الوزير فيها بعد إن نرفع إن يكون في عندنا محكمة للمستهلك. لأن أذكر شكاوى، يعني إيش كثر عندنا، يعني إحنا نفس المخافر طبعًا، شلون هذا يقدم شكوى مواطن مستهلك يعني، والحمد لله قاعدين نقوم دورنا. يعني مرة تحلها ودي، تصير حل ودي، مثلًا عدم ما التزم بالكفالة، تستدعي صاحب المحل تقول له هذا عنده كفالة. يا تحلها ودي يا نحيلك، قالك خلاص انا احلها. فهذا ناخذ عليه تعهد بعد انه مره ثانيه ما يكرر. فيما لو ثبت يعني بعد تحويلها للنيابه التجاريه والطرف المشتكي اصر على الاستمرار في شكوى في قضيه غش تجاري او غيره او اسعار او تلاعب في الاسعار، شنو اجراءكم اللي تتخذونه ضد هذا المحل او ضد هذا التاجر؟ هو من تطلع وتروح النيابه خلاص انتهي دورنا احنا، يصير الموضوع عند النيابه. ما خلاص احنا بس دورنا هنا، بس احنا في اغلاقات وزاريه اذا مخالفه جسيمه نرفع توصيه حق معالي الوزير، نقول له والله هذا المحل عنده غش تجاري، عنده يبيع مثلا. ما لكم الحق في القلق مثلا لحين نتصل بالموضوع؟ نغلق احنا. يغلق محل، تونا مصدرين اغلاق 21 محل. من ضمنها مطاعم، من ضمنها محلات، من ضمنها سوق مركزي. ايش سووا هذول كلهم بالمجمل؟ شنو قضايا؟ يعني في غش تجاري، غش تجاري في الاسماك، غش تجاري في الخضار، يتلاعبون بمنشأ الخضار، مثل الحين الطماط الكويتي عليه طلب، منتج ممتاز. في طماط يجي من بعض الدول زين، يغير الكرتون، يحط طماط كويتي، انت لما تشوف كويتي تقول والله باخذ كمنتج وجوده اعلى والطلب عليه، الطماط الثاني ما عليه طلب، ويغيرون بلد منشئ مثلا برتغال، يغير يحط لك مثلا هذا افريقي راح حطه لبناني عشان هذا الافريقي تكلفته عليه الصندوق طالع 700 فلس، هذا الدينار يبيع دينار ونص، هذا نوع من انواع الغش التجاري. صدينا لهم واغلقناهم وصدر اغلاقات مع الوزير فيهم. اليوم يعني فكره تطوير القطاع وتطوير الخدمات اكيد هاجس قدامكم، يعني اليوم المساله في مفتشين من الشباب والبنات اللي موجودين معاكم اللي يقومون بدورهم واحنا نحييهم عليه حقيقه، يعني نشوف مجهودهم واضح في بعض الاماكن، لكن اليوم مع التوسع وكبر السوق وزيادة عدد المحلات، اليوم ما نشوف في شارع
في حولية أو السالمية أو العاصمة أو الفروانية الأحمدية الجهرة إلا في مجموعة من المحلات. أكيد يعني تحتاجون إلى فكر آخر في موضوع الرقابة، شنو مشاريعكم في فكرة التطوير؟ احنا عندنا والله مشاريع في بعض القوانين يحتاج لها تعديل تكون تواكب، يعني مثل ابرزها اي ابرز القانون الغرامات اللي بقانون قمع الغش، يعني هذا اللي بنزيد لانه ما فيها ليمت، يعني يقدر 50 100 دينار احنا بنحط خاصة الغش التجاري اعلى عشان يكون رادع، عشان يكون رادع غير غرامات. ذكرتونا بمخالفات ممنوع الوقوف اللي ليمتها 5 دنانير، ليش ما تصير اعلى؟ ايوه، فهذا ان شاء الله الحين مشروع ان شاء الله، ومع الوزير كان في توجه انه يتبنون هالمشروع. وعندنا مشاريع اللي هو تكون مخالفات عن طريق الايباد اللي قلت عنها توي، بس هذا يحتاج تعديل وتشريع مع في النيابه. لازم نقعد معاهم ونشوف الاليه شلون بالنيابه. اللي هو يعني بعض الناس تتردد في استمرار بالشكوى، يقول لك بينادوني ويبوني اوقع، فاذا صار الكتروني وحزت حاضر انا اسوي شغلي عندك كمركز. وكيفكم انتم كملوا اجراءاتكم مع النيابه التجاريه؟ وفي هم المخالفات الله يحفظك، مثلا لما انت وانت مفتش انا لما اشوف لما النظام ابلكيشن اسوي له مخالفته وادز له، وحتى صاحب المحل ادز له مسج انه فعلا ترى تخالفت انت عندك مخالفه لبعض، ما يدري عن صحيح. ما يبغى العامل، ترى نتفاجئ في بعضهم ان العامل هو سوى الخطا، سوى كذا كذا، صاحب المحل ما يدري عنه، بس انه خلاص تخالفت انت. فيكون في مشروع، عفوا في مشروع بعد حماية المستهلك، هم مشروع انه راح يصير عن طريق ابلكيشن تقديم الطلب. ما يحتاج يعني خلاص عن طريق الموظف، انت ما تراجع اداره حمايه المستهلك نهائيا ولا جميل. تقدم شيء ولا هذا، وخلصنا المشروع ورفعناه الحمد لله. المشروع لقى استحسان من الوزاره كلهم. فالمشروع هذا حتى انه يدز لنا على الايميل، يدز لنا واحنا نتواصل وياه. وغطيتوه من الجهه القانونيه؟ غطيناه من الجهه القانونيه واجتمعت مع الاخوان في الشؤون الماليه والشؤون الاداريه والاخوان، وشغالين ان شاء الله فيه. وفي عندنا نظام مراقبه حركه الاسعار، وبعدين هذا نظام مراقبه حركه الاسعار، يعني مشروع شكله كبير، وانتم يمكن الحين قيد التنفيذ او قيد الدراسه وبتطبقونه. اشرح للاخوه المشاهدين يعني حركه الاسعار اليوم وتفاوتها من موسم لموسم. اليوم في بدايه الحلقه تكلمنا هل هي حق للتاجر الزياده السنويه ولا لا؟ السعر مثلا في 2014 كان بدينار، الان 2017 بدينارين ونص. ما الذي يقيد بحيث انه ايضا انا يهمنا التاجر انه يربح ويستفيد وتستمر الحياه والحركه الاقتصاديه، وبنفس الوقت لا يعني يصير في جشع اتجاه جيب المواطن؟ صحيح. طبعا هو مشروع نظام مراقبه حركه الاسعار، يعني بدينا فيه باداره الجهاز الفني، ان هذا المشروع انه يكون مثل جهاز مركزي للاسعار يراقب نظام الاسعار كلها في الكويت، ويتيح للمستهلك انه يطلع على عن طريق التطبيق، عن طريق الاجهزه الذكيه، عن طريق يطلع على اللي هو النظام هذا ويدش عليه ويشوف الاسعار المستهلك نفسه هو يطلع عليه قبل لا يطلع من بيتهم، قبل لا يطلع، حتى يتيح لانه يتسوق مثلا وين العروض، وين اللي تكون في التنافس. قصدك لما يروح للسوق المركزي؟ هذا المشروع خاص بالاسواق المركزيه، اسواق مركزيه وجمعيات تعاونيه. اسواق مركزية. يعني قصدك انه يتسوق اونلاين ولا قبل لا يروح يعرف الاسعار؟ انت الحين بتطلع تتسوق بتعرف الاسعار، بتعرف وين انسب الاسعار، وين حتى نترك تنافس بين الاسواق الموازيه، الجمعيات التعاونيه، الاسواق المركزيه الخارجيه. الكل بيقدم الخدمه هذه انه افضل الاسعار. ويكون هذا النظام احنا نكون مرتبط هم ان نراقب الاسعار. راح نبتدي ب 500 سلعه اساسيه، ب 500 هذا بدايته، معانا ليل الاف، طبعا راح ندش احنا في الاف السلع، وهذا النظام راح يصير مثل مؤشر لنا نراقب فيه، يعني يصير داتا لنا. مثلا انا سلعه بشوف سعرها قبل 6 شهور كم، بدل اروح ابحث باوراق او اروح كذا او اطلع لي مفتش شوف لي السلعه هذه كم سعرها وكم كانت عندي، هذا الداتا مثل ارجع للسعر اشوف سعرها. لاحظنا في فرق، هم يعطينا مؤشرات، هم يعطينا مؤشر اخضر هذا نزل سعرها، احمر صعد السعر. تستفيد من يعني ان ترصد حركه السعر خلينا نقول لست شهور مضت، لسنه مضت، هذا مرجع لماذا؟ شو نستفيد؟ هذا يكون عندي مثل داتا، ويكون عندي نظام مراقبه حركه الاسعار، ونترك منافسه حتى هم نفسهم يشتركون معنا، اصحاب الاسواق، الجمعيات التعاونيه يشتركون معنا في الاسعار،
انه هو يعرف سعره ويحس انه في رقابه على الاسعار. وهذا كله الكتروني؟ كله الكتروني. شفت في مؤشر مثلا في زياده يعني كل ثلاث شهور زاد له مثلا 10%؟ صحيح. هني شو تسوي كوزاره؟ نستدعي. اي نستدعي نطلب من البيانات وليش السلعه هذه مثلا شنو اسباب الارتفاع؟ هل هي موسميه مثلا؟ عندك الخيار عندك الطماط الكويتي تعرف مره ب 10 فلوس صحيح فجاه ب 700 فلس لان عرض وطلب يكون ما في يكون موسم يكون مو موسم ف يكون لنا تدخل فيها ويكون عندنا مثل داتا ويكون اداره كامله بروحها هي مسؤوله عن الاسعار هذه يكون لها موقع لها شاشات كبار لها مراقبه تراقب كل الاسعار تراقب بالخليج تشوف الاسعار بالخليج تطلع يعني تكون عندك انت داتا وعندك معرفه باسعار الخليج منظمات العالميه منظمه الفاو الاسعار العالميه هم تطلع على اسعار المنظمات العالميه اسعار يعني دول الخليج اطلعت على الاسعار العالميه والاسعار الخليجيه نعم. شو ينعكس هذا على 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 الاسعار في الكويت وعلى اجرائك وعلاقه المستهلك بالتاجر كسلعه موجوده على الارفف مثلا يعني مثل الحين عندي شركه طالبين ان بيزيدون سعر منتج طلبت اسعارهم بالخليج كله لان شركه المنتج هذا مشهور فهذا ينفعني انا بدل اروح الحين نتصل على الخليج قالوا اعطونا كذي واعطونا سعركم كم اعطونا احنا نسوي مقارنات يعني مثلا المنتج بيزيد سعره هذا مثلا مشهور المنتج ما اعطيه موافقه كذي تعال يقول لك انا زاد علي من بلد المنشأ زاد علي مش عارف ايش زاد علي كذا ابي زياده اقول له لا خلنا نشوف فنتصل على السعوديه نتصل على الاخوان البحرين دول الخليج كلهم عمان تعاونوا ويانا ما يقصرون صحيح فلكن لما يكون عندي هذا البرنامج كامل ومتصل اعرف الاسعار فلما نزيد اقول تعال انت في الدوله هذه سعرك نفس هذه ليش ما بتزيد؟ هو قد يكون تاجر نفسه يوزع السلعه في الكويت ممكن ويوزعها في دوله خليجيه اخرى يزيدها في الكويت وفي الدوله الخليجيه ممكن موجود يعني شلون يزيد يعني هي نفس المصنع نفسه كويتي خلينا نفترض يبيعها هني في الكويت بسعر وبدولة خليجية أخرى يبيعها بسعر أقل ممكن هذا يعني ممكن. هل هذا ينفعكم يعني لا أكيد هذا نعرف إحنا يعني حتى في المستقبل لو بيطلب زيادة بالسعر يقول له تعال أنت الدولة هني قاعد تبيع سعرك كذا المشاريع الخليجية اليوم يعني منظومة مجلس التعاون وفكرة مجلس التعاون المسألة ليست سياسية واقتصادية وعسكرية فقط اليوم هي تعليمية تجارية جمارك يعني قاعد تدخل في كل مناحي الحياة اللي تخص المواطن الخليجي لفكرة التكامل بين دول مجلس التعاون والاستفادة من تجارب بعض اليوم شنو ممكن يكون بيننا وبين أشقائنا في دول المجلس في موضوع الرقابة التجارية غير موضوع مراقبة حركة الأسعار اللي تفضلت فيه قبل شوي طبعا في قانون خليجي موحد لحماية المستهلك اللي قر من قبل القادة حفظهم الله في مجلس التعاون 2015 وآخر 2015 وإحنا شغالين الحين على اللائحة التنفيذية هذا قانون شامل ويكون موحد لدول مجلس التعاون كلها كل دولة تضع مرئياتها في اللائحة التنفيذية شنو فكرة القانون؟ شنو اسم القانون هذا؟ قانون حماية المستهلك الموحد لدول مجلس التعاون هل وضعتوه للائحة التنفيذية؟ نعم وضعناه قاعدين شغالين في اللائحة ولا زال عندنا اجتماعات في اللائحة التنفيذية في الأمانة في الرياض قاعدين نسوي اللائحة التنفيذية والحمد لله قطعنا مشوار يعني وراح يرى النور قريبا يعني إن شاء الله اللائحة التنفيذية ويطبق في كل دول مجلس التعاون كل دول مجلس التعاون يعني تطبق. بمعنى إذا أنا كويتي ورحت حق عاصمة أو مدينة خليجية وشفت أيضا أن في مشكلة هل هذا المفهوم بالقانون ولا شيء آخر؟ الهدف أن أنت عارف حقوقك كمستهلك خليجي لأن القانون اللي بالكويت نفس القانون اللي بالسعودية ففي بعض الآليات يعني أقصد شيء من الجديد اليوم لما يجيني عماني ويتسوق في أسواق الكويت ويشوف شيء مثلا انغش فيه أو كذا يتصل على أي مركز من المراكز على 135 صح؟ صحيح لكن شنو الجديد في هذا القانون؟ الجديد في هذا القانون أن يعني مثل ما قلت أفكار اللي بدول مجلس التعاون وتجاربهم الإخوان ركزناها في اللائحة التنفيذية وشيء متطور خصوصا في العروض الخاصة عروض التنزيلات عروض المواد العقوبات أشد صارت خصوصا عقوبات المواد الغذائية عقوبات الغش الاستدعاء الريكول ممتاز إيه لما نكون الاستدعاء صارت أفضل صار فيه تطوير في الريكول تقصد إذا صار فيه مثلا سلعة
صار فيها اشكال عيب مصنعي. عيب مصنعي مثل السيارات يعني. السيارات احنا دائما ننزل استدعاءات استدعاءات مثلا من المصنع يقول لك والله مثلا هذا نبي نشيك على السيارات الموديل الفلاني، مثلا بعض الاثاث، بعض المنتجات، بعض الاجهزه الكهربائيه. دائما احنا على اتصال وياهم، وننزل احنا مع الاخوان حتى اللي هني موجودين ننزل استدعاءات عن طريق مواقع حسابنا، وهم التاجر يوقعها في ينزلها في الجريده الرسميه للمستهلك الكريم انه يشوف ويروح يطلع شنو لا سيارته او يمكن يبي لها الشغله يكون عليها. لازم يكون في موضوع البضائع المقلده ابو احمد استاذ عيد، يعني وانت اليوم الرجل الاول المسؤول في هذا القطاع كوكيل مساعد، البضائع المقلده عالم كبير يعني، ونشوف ان هالبضائع لماركات ايضا هني يعني نتكلم عن صف التاجر يقول انا اليوم افتح محل واخذ وكاله وادفع عليها ملايين الدنانير، وتجي بكل سهوله مثلا بضاعه مقلده اما استهلاكيه او غذائيه او غيره ومنتشره في السوق وفي منافذ جمركيه، يعني ما طاحت هذه البضائع من السماء، يعني اكيد دخلت اما عن طريق البحر او الجو. شنو جهودكم في ايقاف يعني هذا الملف او حله؟ احنا طبعا لنا تعاون مع اخواننا في براءه الاختراع قسم التسجيل، هم وسوينا فريق عمل من قسم الطوارئ وبراءه الاختراع واداره الرقابه نتابع مواضيع، ولنا تعاون مع الاخوان في الادله الجنائيه. احنا لما يتقدمون لنا تجار تجينا الشكاوي ان المنتج هذا مقلد، ناخذ المنتج المقلد مع المنتج السري الاصلي، نحيلهم في كتاب رسمي الى الادله الجنائيه يفيدوننا على اساس تكون لما نوديهم للمحكمه تكون البيانات كامله للقاضي انه لما يطلع يشوف انه المنتج المقلد. وتونا الحين تعاوننا مع شركه عالميه طلعنا معاهم، كان جتنا شكاوي وقاعدين نحل مشاكلهم يعني مع خصوصا الشركات في المنتجات المقلده. فلكن تدري انت المنتج المقلد تسكر هني راح فتح هني، فاحنا شغالين عليهم يعني. القصد اليوم انا اشوف ان نهايه بعض الاجراءات انها تروح القضاء. صحيح. والقضاء يعني يقوم بدوره بهذا الجانب، لكن القضاء ايضا يشكي في احيان نسمع من بعض المسؤولين هناك من كثره ورود هذه النوعيه من القضايا وهم مشغولين بما يكفيهم. يعني ليش ما يكون في اجراء بحق الضبطيه القضائيه؟ يعني الاجراء يكون رادع من قبل الوزاره المختصه في هذه الحاله وزاره التجاره، ويقف الامر وينتهي وتنتهي العقوبه وتطبق من قبل وزاره التجاره يعني. لا، بدل ما نشغل دوائر القضاء. صحيح. بقضايا قد تطول في ساحات القضاء. إيه لأن أنت إحنا مرتبطين بسبب كثرتها طبعًا. إيه صح كلامك، إحنا مرتبطين لأن إحنا مرتبطين مع النيابة. محاضرنا مثل ما قلت لك محاضر النيابة كلها تروح أي مخالفة نسويها ما عدا مخالفات تراخيص، مخالفات تراخيص اللي هي إغلاقات، خلاف طبيعة عمل، عدم وضع الترخيص، انتهاء الترخيص، هذه عندنا المخالفات. فلكن أي مخالفة لأن هذه لأن فيها غرامات وفيها تحديد عقوبات، من اللي يحدد العقوبات؟ اللائحة اللي هم تتكلم تقول قضاء أو النيابة. صحيح. بس اليوم في لائحة، اللائحة فيها عقوبات. صح. ثبت لدى لجنة التحقيق عندكم في وزارة التجارة أنه خالف ووصل إلى هذه، خلاص يغرم دون اللجوء إلى درجات تقاضي وتطول المسألة ويضيع يعني. إحنا الجهاز عندنا أنه لازم نحولها الى النيابه التجاريه. المخالفات خاص غير مخالفات التراخيص. هي كلها تروح للنيابه. سواء مخالفه اسعار، سواء مخالفه مقلد، مخالفه غش تجاري، مخالفه تمديد صلاحيه. المقلد شيء يجي من برا صح؟ صح. وفي شيء ممكن يقلدونه في الكويت هنا. ممكن نفس المنتج اللي صدناه العام بدايه رمضان. اللي هو المنتج مطلوب شهر رمضان دائما عليه استعمال. مشروب التوت. مشروب التوت. اي. بداية رمضان يعني تمكننا من ضبط كمية كبيرة، مقلدين ومجهزين كانوا يستخدمون يعني مو مقلدين العلامة، مسوين مصنعين شيء خاص، مصنعين حتى هو داخل، بس الحمد لله تمكننا قبل لا يتوزع في السوق الحمد لله. اليوم في نوع آخر من التلاعب، يعني اليوم احنا نتكلم عن سلعة مادة غذائية أو غيرها أو اللي تفضلت فيه أبو أحمد قبل شوي، لكن في يعني صعوبة في إقناع مثلا الرأي العام أو الجمهور في تفاوت أسعار الخدمات. يعني أنتوا اليوم الرقابة وحماية المستهلك لما تجي مثلا أعطيك مثال مصبغة
هذه القطعة الدشداشة مثلا يغسلها وينظفها بالمادة ما أدري إيش الخاصة، خلينا نقول شادي الشتوية اللي تكون أسعارها أغلى شوي، دراي كلين، دراي كلين أو الغسيل على الجاف، مصبغة تقول لك بدينار، مصبغة بثلاث دنانير، مصبغة بدينارين، يعني ويحط لك الأسعار ويقول هذه اللائحة أنا ما أخذ إذن من وزارة التجارة، بناء على شنو؟ هو مو هو حلاق هو واحد بدينار، واحد بدينارين، واحد صحيح بخمسة، يعني صحيح اللي في مثلا ورش إصلاح السيارات واحد يبدل لك التاير بدينارين، واحد يبدله بعشرة، والتفاوت هو يعني شوف هو يعني السوق سوق مفتوح، احنا كوزارة يعني ك هذا انا اكدت لك، لكن احنا نتكلم عن الضبط، احنا عن الضبط مثلا انت تتكلم عن المصابغ، انا المصابغ شلون اتابعها؟ يعني عندك مصابغ في موسم الشتاء يحط انه يستخدم دراي كلين، تفاجئنا بعض المصابغ ما عنده دراي كلين، هذا يتخالف غش تجاري لانه حاط دراي كلين. إيه لما نروح للمفتش مستهلك يقول له تعال انت عندك دراي كلين؟ قال له ايه. وين دراي كلين طالع الا ما عنده، هو يجي على علبه وهذا وغالي، حاط غاز، هو حاط غاز، فهذا يتخالف، هذا نوع من انواع الغش التجاري انه اوهم المستهلك. اسعار الخدمات اي شيء، اي مستهلك لاحظ انه مثلا الخدمه هذه زادت عليه يتصل علينا 135 يبلغ المفتشين، المفتش يقوم دوره يستدعي المحل. لاحظ انه عنده هني، فلكن انت مثلا تقول والله حلاق هني بدينار وحلاق مثلا هني بدينارين، يعني حتى اسعار مثلا يمكن هذا ايجاره 400 هذا يمكن ايجاره ب 1000، صحيح يعني هذا هم واقع، يعني صح ولا لا؟ طيب ايجارات متفاوته، شنو ذنب المستهلك؟ ايجارات متفاوته، يعني انت مثلا حلاق بمنطقه وغير عن المنطقه، هذا ثلاث يعني ما في تسعير العلاقه، ودور المستهلك انت تشوف الافضل، خلاص انا بحلق عند هذا، هذا ارخص، انا اروح احلق عنده، ما اروح عند هذا، انا ليش اروح له؟ ما احلق عنده كهذا. وفكره المبالغه، يعني هو مثلا يقول انا اخذ الجلن مال دراي كلين الماده بهالكثر، فهو يرفع السعر عليك، بينما تروح حق جهه ثانيه او مصبغه ثانيه نفس الماده مو غاز بس بسعر اقل. لا خلي يقدم شكوى وانا استدعي وعملها اللازم. يعني سواء المستهلك من تصير معه أي حادثة كذي، يعني واجد دون المستهلكين على أشياء واجد، يعني يعني أشياء صغيرة أشياء كبيرة، بالعكس حياه الله، لو قيمتها دينار زادت عليه صارت دينار ومئتين دينار 300 دينار، يقدم عندنا يبلغنا 135 الخط الساخن، أقرب مركز تبعنا وزارة التجارة، مراكز منتشرة 21 مركز وفترتين صباحي ومسائي، يبلغنا فيها ونحن نتعامل وياه. اليوم في فكرة اللي هي الهوم بزنس وانتشرت المشاريع الصغيرة هذه اللي يعني أحيانا يكون عنده بوث في مكان ما، في أرض معارض، في تجمع تسويه إحدى جمعيات النفع العام مثلا، وتستدعي بعض أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب والبنات الكويتيين اللي قد يكون مشروعه يعني ماخذ عليه دعم من البنك الصناعي، دعم من المشاريع الصغيرة، معتمد على نفسه، تمويل ذاتي، يعني هني نلاقي الأسعار يعني البعض يقول مبالغ فيها عشرات المرات عن السوق، فقط لأنها تنباع في هالأسبوع هذا اللي هو يكون وقت العرض أو وقت المعرض. هل لكم تواصل سلطة على هذه الفكرة ولا العملية مفتوحة؟ لا المعارض لنا احنا، ما معارض فيها إدارة عندنا اللي هو الإخوان في التجارة الخارجية عندهم ترخيص المعارض، خصوصا المعارض هذه يأخذ منها ترخيص. وشنو نوع الأنشطة اللي راح تصير في المعارض وشنو نوع الأنشطة والتعاون بيننا، يدزون لنا كتاب، احنا دورنا بإدارة الرقابة نطلع عليهم تفتيش، نرصدهم عدم وضع أسعار، إذا مو حاطين سعر الخالفة لازم يبين المستهلك سعر. لا هو حاط سعر، حاط مثلا سوى كل شيء بس السعر مبالغ فيه، يعني شويه نفيش وفوقها كراميل وحاطها بكذا يبيعها بثلاث دنانير وهي بالسوق ب 400 فلس. صحيح هذا انه يعني بعض الاخوات البنات ايضا في المنازل في البيوت تبيع هالملابس بمناسبه معينه، القطعه تسوى 30 دينار تبيعها 200 دينار. يعني شوف هو مال المنازل والبيوت خصوصا حتى الاكل والمواد الغذائيه وهذا، يعني عن طريق مواقع اللي هو التواصل الاجتماعي، فحتى احنا ما ننصح انه يعني انا اخذ من بيت اكل او هذا ما ادري شنو. كان في اليه احنا وضعناهم على الاخوان في البلديه ان على اساس ان نضعهم في هذا او ان نحتويهم في تعال، يعني في حتى توجه اعتقد في اخوان في وزاره الشؤون او
نعطونهم ترخيص. اي ان اعتقد انت سمعت وياه بعدهم يعطونهم ترخيص. يعطيه ترخيص ما قدروا عليه فيعطونه ترخيص. اعطى ترخيص ويكون تحت الرقابه. ان نقدر نراقبه ونقدر نشوف المنتج ماله سليم مو سليم. انا يعني اهم شيء عندي المواد الغذائيه. يعني انا اراقب المواد الغذائيه واشوف يعني في بعضهم خصوصا الحين قبل موسم رمضان في ناس تلاعب. لا اقصد من باب فكره حمايه المستهلك في السعر. في السعر انت مثلا يقولك هذا عرض انا مسوي كذي انا مسوي كذا فهذا عرض عندي. واذا قلت لك المستهلك انه حس انه في اسعار او في ارتفاع شيء يبلغنا يطلع المفتش يشوف اول مفتش يكون هل المعرض هذا السابق كان مع سعره كذي وصار سعره بعدين كل ما يزيد لا تعال نستدعي نقول له شلون تفاعل الناس معاكم؟ يعني هل الناس فعلا اذا شافت شيء تبلغ ولا فقط يكتفي بالتذمر؟ والله شوف انا اقول لك يعني خط الساحل يعني ايجابي يكون وفعلا يمشي بخطوات التبليغ وتثبيت الحاله ولا يعني يقول لا والله انا ليش ادش في الموال هذا واتصل وكذا فقط يشتكي ينفس ويترك. لا شوف يعني ما شاء الله يعني المستهلك الحين واعي ما شاء الله اكثر مستهلكين الحين واعين وعارفين دور وزارة التجارة وفي تواصل لنا من خلال الحملات اللي نسويها الإعلانية خصوصا مع حتى أسبوع الخليجي 1/3 كنا تفاعلنا وحطينا بوث في أحد المجمعات المشهورة وحطينا بوث وتواصلنا مع المستهلك ونسوي بروشورات نسوي إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر ننزل يعني عندنا متابعين عندنا موقعنا في الوزارة ونتفاعل معاهم بالعكس الحمد لله يعني شوف أنا التفاعل يعني مع المستهلك الحمد لله يعني ولما ما أقصد من قبلكم من قبل الأخوة المواطنين والمقيمين يعني هم يتفاعلون بشكل إيجابي أنا أخذ جولات دائما الصباحي على المراكز أروح أشوف المراكز ومر الفرق الطوارئ أشوف تفاعلهم أشوف مع أشوف دائما مراجعين دائما في يعني في ناس تشتكي في تفاعل طيب. في ناس تشتكي في إحنا باقي لنا دقيقة ذكرت مجموعة من المشاريع أبو أحمد أستاذ عيد شنو تنتظر من مجلس الأمة الحالي يعني في إقرار بعض التشريعات والقوانين اللي تكون في صالح العمل التجاري في الكويت خصوصا في قطاعكم مثل ما قلت لك مقدمين على أساس العقوبات عندنا في هو القانون هذا شيء ما ذكرته غير موضوع العقوبات في إن شاء الله مشاريع إن شاء الله راح نكون نرفعها إن شاء الله وإن شاء الله ما يقصرون الإخوان في مجلس الأمة إن شاء الله بالعكس داعميننا ومع المستهلك دائما وإيدنا بيدهم تحب تقول شيء في ختام لقاء والله أنا شاكر لك وأشكرك وأنا وإن شاء الله ما نكون ضيف ثقيل على, لا على المستهلك استفد من معلوماتك الله يسلمك الله يسلمك وأنا شاكر لك وإحنا بخدمة المستهلك أبوابنا مفتوحة مكاتبنا مفتوحة بالعكس ساعة مباركة اللي نخدم المستهلك فيها الله يطول عمرك ورقم التواصل المباشر دائما مع قطاع الرقابة التجارية 135 زائد المراكز 21 اللي تفضل فيهم أستاذ عيد الرشيدي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة كان ضيف كريم علينا في يعني نهاية مشوارنا في شارع السور احنا كأسرة فريق البرنامج كان ختامه مسك معك اتمنى لك كل التوفيق انت وزملائك وزميلاتك الله في هذا القطاع شاكر لك ابو تركي شكرا مشكورين ما قصرت كل الشكر نوجهه لكل من تابعنا خلال الست شهور الماضية وكذلك فريق البرنامج الإخراج والإعداد وجميع الزملاء سامحونا على التقصير كنا معاكم في شارع السور في الكثير من المواضيع التقينا فيها بمجموعة من الوزراء والقياديين والتنفيذيين وبعض القضايا والآراء نتمنى إن شاء الله التوفيق لمن هو بعدنا ودائما معكم في تلفزيون الكويت لكل ما هو جديد إلى اللقاء